نحن سعداء اليوم بالإعلان عن الحفل الاختتامي لحملة جوائز غير بشهر الخير اللي كانت في شهر رمضان الكريم، اللي سوف يتم السحب فيها الإعلان عن الفائز بسيارة سكودا. طبعا كان هناك جوائز عديدة ترد يتم الربح فيها فوري مجرد انه الحصول على بشراء منتجاتنا ووجود اسم الجائزة وطبيعة الجائزة في نفس الكابون. لكن اليوم طبعا راح يكون السحب على الأرقام للكابونات اللي تم إدخالها على موقعنا بالفيسبوك. فاحنا بنشكر المستهلك الفلسطيني بانتمائه وثقته بالمنتج المحلي، ومنقول له إن شاء الله منضل عند بمحل الثقة. وينك يا مها؟ والله أنا في بيت لحم. أنت من بيت لحم؟ تعرفي مين معك؟ لا والله. تعرفي ليش رنين عليكي؟ مها؟ أيوة معك، شايفة جوز. إحنا مها معك من شركة الجبريلي، وانت كنت مشاركة بحملة الجوائز غير بشهر الخير، مظبوط؟ ايوه مظبوط. شو اشتريتي منتجات؟ جبريني اشتريت جبنة. مها انا بدي احكي لك شغلة، انه قلنا تقريبا ثلث ساعة بنحاول نتصل فيكي عشان نحكي لك انك انت ربحتي جائزة. انت عندك سيارة ولا لا؟ انا شخصيا لا. يلا الله يبعث لك سيارة ان شاء الله. معك رخصة؟ والله على الطريق، يعني المشروع قائم. هيك اختلف الحكي. الشباب بيحكوا لي اذا بتجيب الرخصة من هون لساعة برفوكي سيارة، شو رأيك؟ والله انا برفوك يعني، بس راح يرفوكي سيارة سكودا فابيا 2017 صفر كيلو لك. معقول؟ طبعا طبعا شعور لا يوصف، فرحة كبيرة، وطبعا مش مصدقة لحد الآن يعني انه ربحت جائزة كبيرة مثل هاي، طبعا بفضل شركة جبريني، وانا بشكرهم طبعا بفضل ربنا كمان، الحمد لله رب العالمين، وبشكر شركة جبريني وبندعمها، ومنتج وطني فلسطيني، واحنا بنشجع وبنشد على ايدهم. هي الحياة قلبي.